محمد ابن طوق الإخشيد، بطل قصتنا النهاردة وبطل حلقتنا النهاردة، وتحديدا بنتكلم في 323 هجرية لما اتعين والي لمصر للمرة الثانية من قبل الخليفة الراضي. محمد بن طوق الإخشيد اللي لم يعني يؤسس له عاصمة ولم يقوم بالإنجازات العديدة ويبني القصور و و و وخلافه، ولكن كانت فترة صعبة جدا على مصر، محتاج ان هو يأمن الحدود الخارجية لمصر كلها، شمال وجنوب وشرق وغرب، وكمان محتاج ان هو يعني يؤمن مصر داخليا ضد اي صراع بيحصل، وفي نفس ذات الوقت يبقي ولاؤه للدولة العباسية ومع ذلك يؤسس دولته في مصر. انا محمود الفطاطري ودي قناتي هنقول. في فترة حكم محمد بن طوق الإخشيد كانت فترة صعبة جدا على مصر، زي ما قلنا محتاج ان انت تأمن حدودك الخارجية وتأمن البلد من الداخل، وان انت برضو تأمن ان الخلافة الإسلامية ما تجيش في اي وقت زي ما حصل في الدولة الطولونية وتنهي حكمك تماما وتقتل كل عائلتك وأسرتك. ومحمد بن طوق الإخشيد ما كانش غريب عن الموضوع ده، كان في الأسر مع أبوه نظير الفترة اللي كان أبوه فيها مسؤول من قبل خمروي ابن أحمد بن طولون عن ولاية دمشق وطبرية. يبقى إذن محمد بن طوق الإخشيد كان يعني يتمتع بالدهاء السياسي اللي خلاه قدر إن هو يقف على مسافات متساوية بين كل الأطراف دي، يقدر يحافظ على حدود مصر الغربية من يعني محاولات او المحاولات المتكررة من غزو الفاطميين، ويحافظ على الحدود الشمالية كمان من ان الدولة البيزنطية ممكن في اي وقت تستشعر الضعف في مصر وتيجي ان هي تسيطر على مصر مرة تانية. وده اللي شفناه في الكتابات اللي بعتها محمد بن طوق الإخشيد والبرديات اللي كان بيبعث بيها لملك الدولة البيزنطية وقتها، وملك الدولة البيزنطية كان بيرد عليه بيها دون ان يكون الخليفة العباسي يعني جزء في الرسائل دي، وده اللي المؤرخين يعني بدأنا نعرفه منهم. يبقى اذا هو كان بيأمن الحدود الشمالية، والحدود الغربية كان بيصد كل يعني الهجمات من الدولة الفاطمية. اما الحدود الشرقية وتحديدا بلاد الشام والدولة الحمدانية وسيف الدولة الحمداني، ودول كانوا جماعة من يعني العلويين عايزين ان هم يؤسسوا دولة ليهم في بلاد الشام ويبدأوا ان هم يتوسعوا. محمد بن طوق الإخشيد حاول ان هو اكتر من مرة ان هو يصد غزواتهم، ويقدر ان هو يعني عايز ان هو يسترجع ثغور الشام ودمشق بحيث ان هو يأمن حدوده الشرقية، عشان زي ما قلنا قبل كده ان لو انت كنت حاكم مصر فلازم ان انت تأمن حدودك مع الشام، واذا انت كنت حاكم الشام فلازم تأمن حدودك مع مصر، لان ده يعني بيفتح كل المسافة اللي موجودة على الغرب وعلى طول سواحل شمال افريقيا وصولا للدولة الفاطمية او اتجاه شمالا للدولة البيزنطية. قدر ان هو يحافظ على كل ده. من الجنوب قدر ان هو يصد هجمات النوبيين في بعض الفترات، قدر ان هو يظل على علاقة وطيدة ووثيقة وقوية جدا مع الخلافة العباسية، لدرجة ان في فترة من الفترات وفي عهد الخليفة المتقي تحديدا ارسل الخليفة المتقي لمحمد بن طوق الإخشيد يطلب منه العون والمساعدة في صد امير الامراء في الوقت ده في الخلافة العباسية اللي كان اسمه توزون. منصب امير الامراء يعني زي منصب رئيس الوزراء او الشخص المسؤول عن الولاة كلهم، او يعني الدراع اليمين للخليفة العباسي. توزون كان شخص قوي لدرجة ان هو كان بيهدد الخلافة العباسية ككل، وكان ممكن يستقطبها لنفسه فترة من الفترات. دار لقاء سياسي يعني رفيع المستوى بين محمد بن طوق الإخشيد والخليفة المتقي. محمد بن طوق الإخشيد عرض فيه على الخليفة المتقي ان هو يصطحبه لمصر ويخلي مصر هي عاصمة الخلافة العباسية كلها. ولكن محمد بن طوق الإخشيد نجح من خلال لقائه مع الخليفة المتقي ان الخليفة يقر ولايته على مصر لمدة 30 سنة له ولأبنائه وللأسرة الإخشيدية من بعده. ودي كانت الفروق الجوهرية بين فترة حكم الدولة الطولونية متمثلة في أحمد بن طولون والدولة الإخشيدية متمثلة في محمد بن طوق الإخشيد.
اذا احمد بن طولون كان في عداء مستمر مع الدولة العباسية، اما محمد بن طوق بالاخشيد كان مثبت ولاؤه للدولة العباسية، وده اللي خلاه قدر في خلال الفترة بتاع الحكم بتاعه ان هو يكون مسيطر على الدولة اللي هي مصر، ويقدر ان هو يبايع احد ابنائه من بعده لان هو يكون مسؤول عن مصر وقتها، وان الدولة الاخشيدية تفضل مستمرة بمبايعة ومباركة من الخلافة العباسية. محمد طوق الاخشيد كمان عمل صلح مع سيف الدولة الحمداني علشان يقدر ان هو يسيطر على الحدود الشرقية، لما استشعر محمد بن طوق الاخشيد ان هو مش هيقدر يواكب حروبه اكتر من كده مع سيف الدولة الحمداني. علشان يقدر محمد بن طوق الاخشيد في الفترة البسيطة اللي كان فيها بيحكم مصر ان هو يسيطر عليها داخليا وخارجيا. يمكن الفترة دي زي ما قلنا فترة كلها حروب، مفيش انجازات اكتر من ان انت تفرض الامن والامان، وده كان له الاولوية القصوى في الفترة دي. بعد وفاة محمد بن طوق الاخشيد جه ابنه ابو القاسم انجور. ابو القاسم انجور ما كانش يعني كمل 15 سنة من عمره، كان في بعض الاعتراضات في البداية على ان هو يكون الوالي على مصر بالمسمى، او ان هو يكون يعني حاكم مصر في الفترة دي، ولكن ما استمرتش الخلافات دي كتير وتعين فعلا والي على مصر وقتها. بعد انجور جه اخوه علي ابن الاخشيد، وده كان عمره حوالي 23 سنة. وبعدها جه احمد ابن علي ابن الاخشيد، وده ما كملش كتير وكان يعني صغير السن، ولكن هناك عامل اساسي وكبير في كل الفترات دي، الا وهو ابو المسك كافور الاخشيدي. هذا العبد اللي جابه محمد بن طوق الاخشيد وقربه منه وخلاه يعني في تربية ابنائه، وعاش في كنف محمد بن طوق الاخشيد، وترقى في مناصب الدولة سياسيا وعسكريا، واثبت ولاؤه وكفاءته فيها. محمد بن طوق الاخشيد اللي جاب كافور الاخشيدي لمصر. كافور الاخشيدي ده زي ما قلنا كان من العبيد، كان من الخصيان، كان اسود البشرة يعني عريض القوام، طول بعرض، شفايف غليظة، اسنان متفرقة عن بعضها، يعني يذكر ان هو كان يعني الى حد ما قبيح البشرة يعني قليلا. ولكن كافور الاخشيدي نجح ان هو يكون طوال ما بعد محمد بن طوق الاخشيد، طوال الفترة دي كلها كان هو اليد الخفية في حكم مصر، لحد ما استقر لي حكم مصر تماما ابو المسك كافور الاخشيد، وبدأ ان هو يعني يسطر سطور عريضة من التاريخ كتبت باسمه فيها، لدرجة ان نذكر على سبيل المثال الشاعر المشهور المتنبي. الشاعر ده كان اكل عيشه ان هو بيروح لخليفة من الخلفاء العباسيين او ولي من الولاء اللي موجودين في الخلافة العباسية، ويبدأ ان هو يمدحه بالكلمات ويقول له ابيات الشعر علشان ياخد منه الهدايا والعطايا والاموال. فكر وجرب ان هو يعمل كده مع كافور الاخشيدي، وراح له وبدأ ان هو يمدحه، وكافور الاخشيدي بالفعل عطاله بعض الهدايا، ولكن من الواضح ان هي يعني لم ترتقي لطموحات المتنبي. فما لبث المتنبي الا ان قام بهجاء كافور الاخشيدي في ابيات مشهورة قوي يعني يمكن نفتكرها، كان بيقول فيها المتنبي: لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد، يقصد بها طبعا كافور الاخشيدي. ولكن بعيدا عن كل ده، نذكر لكافور الاخشيد ان هو فرض سيطرته وقوته على مصر وحافظ على انها داخليا وخارجيا، لدرجة ان الدولة الفاطمية قالت انها مش هتقدر ان هي تدخل مصر الا بعد ان يزال الحجر الاسود من مصر، يقصد به كافور الاخشيدي. وبمجرد وفاة كافور الاخشيد نجحت الدولة الفاطمية ان هي تدخل مصر على يد جوهر الصقلي في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وده اللي هيبقى محور وركيزة كلامنا كله لما نيجي نتكلم عن الدولة الفاطمية.
الدوله الفاطميه محتاجين ان احنا نسرد لها كلام كتير قوي ونتكلم هي كانت عامله ازاي ونشات ازاي ومين هم الفاطميين وعملوا ايه في مصر، لان الفاطميين من اكثر يعني الحقب اللي موجوده في تاريخ مصر الاسلاميه اللي اثرت في مصر حتى وقتنا هذا. ونذكر الكثير والكثير والكثير من الاشياء اللي عملتها الدوله الفاطميه في مصر. ولكن قبل ما نتكلم عن الدوله الفاطميه وقبل ما نختم كلامنا عن الدوله الاخشيديه، محتاجين ان احنا نقول ان بمجرد دخول الدوله الفاطميه والفتره البسيطه اللي كانت قبلها في الدوله الاخشيديه انتهى تماما سيطره الدوله العباسيه على مصر، وبدأ عصر الدولة الفاطمية بكل شيء حصل فيها من بعد كده. ولكن الدولة الإخشيدية عملت كتير أول مصر، عملت كتير من الإنجازات في مصر، يمكن مش إنجازات ملموسة قوي، يمكن حاجات بسيطة قوي مثلا ممكن يشوفها اللي يزور متحف الفن الإسلامي اللي موجود في القاهرة. لكن خلينا نقول إن كافور الإخشيد بذل قصارى جهده في مصر ونجح ان هو يعني زي ما قلنا قبل كده ان هو يسطر اسمه في التاريخ في الفترة دي. نذكر مثلا على سبيل المثال ان الدولة الاخشيدية كانت بتهتم بكل الاعياد والاحتفالات والمناسبات اللي كانت موجودة في الدولة الطولونية واللي كان المصريين معتادين ان هم يحتفلوا بيها، زي مثلا الاحتفال بوفاء النيل. وفاء النيل ده بكل بساطة معروف ان نهر النيل من المفترض ان في كل سنة بيفيض بمياهه، طبعا احنا بنتكلم في حقبة ما قبل بناء السد العالي وبحيرة ناصر واي شيء يعني يخلينا مش معتمدين على الفيضان بصورة يعني كاملة. فاذا لو جه فيضان وكان الفيضان كثير هتروى الارض الزراعية وهيبقى المحصول وفير وهتبقى البلد في سخاء ورخاء في الفترة دي. لو الفيضان جه قليل يعني مصر هتدخل في جوع وفقر شديد ومجاعة بالمعنى الحرفي اللي نقدر نقوله. فمع كل سنة ومع الفيضان كان في عيلة مسؤولة ان هي تتابع منسوب مياه النيل من خلال المنسوب النيل اللي كان موجود في الروضة واللي كان جدده احمد مطلون، ويبدأوا ان هم يبلغوا الناس ان فاض النيل شبرة، فاض النيل شبرين، فاض النيل ذراع واكثر. بعد وصول فيضان النيل وبعد ان هو ينتهي يبدا المصريين يخرجوا في احتفالات تسمى الاحتفالات بوفاء النيل، ويبدا بعد كده ان تخرج يعني القوافل ويبقى في زي عروض عسكريه موجوده وعروض فروسيه واحتفالات كتيره قوي كانت بتهتم بيها الدوله الاخشيديه، وكانت بتمثل احتفالات كبيره قوي للمصريين، وده اللي كان مخلي الدوله الاخشيديه تحديدا والاخشيديين قريبين قوي من المصريين. وده اللي احنا محتاجين نفهمه، ان طول ما انت قريب من الشعب اللي انت حاكمه وطول ما انت بتشاركهم في احتفالاتهم فكل ده بيوطد العلاقات بينك وبين الشعب بطريق غير مباشر. ده كان كلامنا كله عن الدولة الاخشيدية وكل اللي دار في الدولة الاخشيدية وكل التطورات اللي حصلت وشعراء وادباء ومؤرخين وفقهاء، والفقه الشافعي بدأ يعني يزيد والمذهب الشافعي والمذهب المالكي من قبله، وبدأت ان مصر تتكون ليها ثقافة اسلامية عظيمة جدا ممكن ان هي تكون تنجح ان هي تجاوب على اسئلة كتير قوي هنقدر ان احنا نتكلم فيها ونعرضها ونجاوب عليها لما هنتكلم عن الدولة الفاطمية. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب، واستنونا في الفيديوهات الجاية اللي هنتكلم فيها عن مصر في عصر الدولة الفاطمية. سلام.